يا عيني على الحب يا عيني. ده مش حب وبس، ده ايام على الاخر يا ابني. موسى فينك يا عم؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ده انت مش معانا خالص. معلش اصلي مرهق شويه. ما نمتش كويس امبارح ولا ايه؟ تقريبا. طب ما تستاذن من الاستاذ يوسف وتروح بدري النهارده. مش معقوله كل يوم استاذن منه، لسه مستاذن امبارح. امال هتقعد كده؟ معلش دلوقتي فوق. هي يا رجاله اخبار الشغل ايه؟ تمام يا يوسف بيه، احنا شغالين بايدينا واسناننا، حتى شوف اهو. وانت يا موسى اخبارك ايه؟ كويس جدا. عارف. طب جهز نفسك دلوقتي عشان في عميل عايز ابعتك ليه. ادي اسمه وعنوانه. عندك مانع؟ لا خالص، اروح له دلوقتي. انا برضو قلت كده. يا عم اللي جابك كده؟ عايزك في موضوع ضروري جدا. ما عنديش وقت خالص. بقول لك موضوع ضروري، يعني لازم تيجي معايا. وانا بقول لك ما عنديش وقت، في عميل مهم ولازم أحضر. عارف طالب معينه، ويوسف هو اللي بعدك. افهم من كده ان مفيش عميل بصحيح؟ لما اقول لك تيجي معايا تبقى تيجي معايا يا موسى. على فين؟ دلوقتي هتعرف. هو سر. اتعلم تسمع وتسكت. ازاي اسكت يا ساره؟ دي اتهامات موجهه للجنه الاقتصاديه في الكنيست، اتهامات برشوه وفساد واستغلال نفوس. بس ما حدش جاب سيرتك بشكل صريح، واي تدخل منك هيولع الموقف اكتر. الموقف هيولع سواء اتكلمت او سكت. الاتهامات دي موجهه للجنه الاقتصاديه ولازم اتحملها بما اني رئيستها. تقدري تعملي تحقيقات رسميه؟ ما ينفعش. واضح ان الصحفي اللي نشر الكلام ده عنده وثائق وادله، ولو عملت تحقيق رسمي هيكشفها كلها، وبالتالي هيثبت ان تاريخها قديم، وبكده ابقى متورطه في نظر الشارع مهما كانت نتيجه التحقيقات. يعني انت كنت عارفه ان في تجاوزات فعلا؟ انا كنت شاكه، عشان كده كنت بجمع معلومات عشان اعمل تحقيق رسمي. لكن ده فعلا اللي حصل. ايه اللي حصل؟ المعلومات اللي انا جمعتها اكيد دي اللي اتسربت للصحافه. الموقف ده مقصود يا ساره، مقصود. مين بس اللي هيقصده؟ كتير كتير يا ساره عاوزين يدمروا سونا تافرت، كتير. طب والعمل؟ لوحدي وفي الظروف دي مش هقدر اعمل حاجه. انا محتاجه مساعده قويه، وقويه قوي. انت يا حبيبي شفت مدحت داخل انهي فيلا بالظبط؟ مش هنا خالص، قدام شويه. اه يعني مش في الشارع ده يعني؟ في اخره كده. طب ما توصفني فين بالظبط؟ يا خواجه ما تبقاش صعب. انا وشريكي اتفقنا ندفع لك في الوكاله دي 15,000 جنيه. هو حد معاه 15,000 جنيه في اليومين دول؟ مش ممكن يا حبيبي، مش ممكن، مش ممكن ابيع باقل من 20,000. يا خواجه صدقني يا حبيبي، مش ممكن، مش ممكن. ولا حد عشان خاطري؟ انا معروض عليا فعلا 20,000، وبعدين انتوا هتاخدوا بضاعة من الوكالة بأكتر من الكلام ده بكتير، يعني هتاخدوها بتراب الفلوس. يا سلام عليك يا خواجة، صعب قوي بس تاجر شاطر. دي فلوس ناس يا حبيبي. خلاص يا خواجة، أنا جايب لك معايا 10,000 جنيه والباقي. باقي إيه؟ باقي إيه؟ أنا حاجز في طيارة بكرة 5 العصر يا حبيبي. مش هنختلف يا خواجة، نكتب العقد دلوقتي ونمضيه، وتاخد ال10,000 جنيه المقدمة، واكتب لك شيك بال10,000 جنيه التانيين، أول ما تنزل بكرة مصر بإذن الله تاخد ال10,000 جنيه وتديني الشيك. مش عارف يا حبيبي. مش عارف إيه بس يا خواجة؟ هي دي مسألة عايزة تفكير. عيب يا خواجة، إحنا معاملاتنا مع بعض كانت كتير قوي، وكانت بكلمة واحدة، كلمة الشرف. خلاص اتفق. مبروك علينا يا خواجة، وادي ال10,000 جنيه. ازاي تسيبوها لغاية ما توصل للحالة اللي هي فيها دي؟ دي عندها نقص تغذية فظيع. حضري لي الري، لازم نعمل لها تغذية مباشرة. يعني ايه الري يا دكتور؟ ما تخافيش يا مدام، دي انبوب التغذية بنوصلها للمعدة عشان توصل لها التغذية اللي هي محتاجة لها. يا مصيبت يا مصيبت يا مصيبت، هي حصلت كده. معلش معلش يا سميحة،
أضا أخف من أضا؟ لا يا حبيبتي مش أضا ولا حاجة، ده المحروس ابنك اللي سافر وقال عندولي وسايب بنتي قدامي بتموت أهي. أنت بتقولي إيه بس يا ست سميح؟ ما يصحش كده. ما لا يصح بقى، ما أنا ما يصحش، مش هقعد أطبطب عليهم وأجاملهم وأسيب بنتي تموت قدامي، أنت أنا غالي يا ناس. هو عمر كان غشكوا ولا خدعكوا؟ وبعدين هو قال الاتصالات هتبقى صعبة في السنة الأولى وأنتوا عارفين. أيوة يا حبيبتي قال صعبة، ما قالش معدومة. وبعدين باباكي قال لها اكتبي له جوابات، ومن ساعتها وهي ماسكه القلم وعماله تكتب في جوابات ما وصلهاش رد واحد، والموضوع باين كده اي كلام. عيب قوي كده يا ست سميحه. معلوم عيب واكبر عيب كمان. العيب انكم مش واخدين بالكم انكم في مستشفى، ده مش مكان خناق وعتاب. لو سمحتوا اتفضلوا كلكم بره، المريضه لازم ترتاح. خير سمات في ايه؟ رفيف انت اقرب صديق ليا في تل ابيب كلها، ولازم تقف جنبي في الموقف ده. موقف ايه سوناتا؟ هاير عاوز يدمرني رفيف. معقولة؟ ايوه معقولة، انت ما تعرفوش، ممكن يبقى لطيف معاك وفي نفس الوقت بينصب لك فخ عشان يقطع رقبتك من غير رحمة. بس كلنا عارفين انه بيقدرك وبيعاملك احسن معاملة. طول ما العلاقة لصالحه وطول ما هو الاقوى، لكن لو حس بالخطر او حتى تصوره يتحول لوحش كاسر من غير لا رحمة ولا شفقة. تاريخه في الحروب بيقول كده، كل قراراته اللي كان بياخدها طول حياته بتدلل على الشخصية دي. طب اهدي سوناتا وقولي لي ايه اللي ممكن يعمله هاير؟ اي حاجة انت ما تعرفوش. طب انا ممكن اعمل ايه؟ تعرفي هو ناوي على ايه؟ دي هعرفها ازاي؟ باتصالاتك يا اهل، بمعارفك، اعمل اي حاجة رفيف. سوناتا انا عمري ما شفتك عصبية بالشكل ده. مستقبلي رفيف، فاهم يعني ايه مستقبلي؟ تاريخي كله ممكن هاير يدمره في خلال ايام لو حطني في دماغه بسلطاته ومعلوماته. انت مش شخصيه عاديه سوناتا، لا هاير ولا غيره يقدر يدمر مستقبلك. لا رفيف، مستقبلي فعلا في خطر، ولو كنتم صحيح اصدقائي لازم تقفوا جنبي. هي انا مش عارف اقولك ايه، انا محتار سوناتا، محتار فعلا. انا عندي معارف وعندي اتصالات، بس مش اكتر من معارفك واتصالاتك. عشان كده انا محتار سوناتا. اسمع رفيف، في سلاح ممكن يأثر في هاير، انت اقرب له مني. ايه هو السلاح ده؟ هايدي. كنت فين يا موسى؟ مساء الخير يا عمتي، لسه صاحي دلوقتي؟ مستنياه. كنت فين؟ كان عندي شغل. شغل؟ شغل ايه ده اللي يخلص بعد المغرب؟ شغل يا عمتي، اكل عيش. امال هجيب لك كل اللي نفسك فيه منين يا جميل؟ انت حلو. بقول لك ايه، الله الله الله، ما تاكلش بعلى حلاوه. انت كنت معزفت اللي اسمه يعقوب مش كده؟ كده. طب وكان عاوزك في ايه؟ ولا حاجه يا عمتي، كان جايب لي شغل وقال لي بالمره طلع بطاقه جواز سفر. جواز سفر ليه؟ مفيش مهم برضو عمتي، ما طالما طلع بطاقة مصرية يبقى طلع جواز سفر مصري بالمرة ولا ايه؟ موسى انت ناوي تهاجر؟ هاجر؟ هاجر فين؟ المخروبة دي اللي اسمها اسرائيل. طب وافرضي يا عمتي ده يزعلك في حاجة؟ ده مش يزعلني وبس، ده يقهرني ويموتني. معقولة؟ انا فاكر ان حلم كل يهودي في الدنيا انه يسافر هناك. غلط غلط يا موسى غلط، واذا كان الكلب واخته فهموا كده تبقى اكبر غلطان. ده مش حلم كل اليهود، لا ده حلم الصهاينة بس. عشان كده في كتير من اليهود فضلوا قاعدين في بلادهم اللي اتولدوا فيها وما رضيوش يهاجروا. عمتي انت بتتكلمي بجد؟ بقول لك ايه يا موسى، انا اتولدت هنا وهعيش هنا وهموت هنا. حبيبتي بعد الشر عليك ويديك طولة العمر. طولة العمر مش طولة العمر، يا ريت تفهم كده كويس. طب افرضي حبيت اهاجر اسرائيل، تبقى تهاجر لوحدك يعني مش هتيجي معايا؟ لا لا لا، انا لا يمكن لا يمكن حنسى سميحة اللي عملته ده. معلش يا كريم، الست كانت مرعوبه على بنتها وعصبها ما كانتش معاها. ما تدقيش على اي كلام تقوله في ساعه غضب. لا
لا يا طلبة، ده ما غلطتش فيا انا بس، ده غلطت في عمرو وفيك انت كمان. يا ستي انا مسامح. طب وعمرو؟ ولا يعني عشان يا حبه عيني هو جايب هم يعني نتسامح في حقه؟ عمرو لو موجود كان سامح في اي حاجه عشان خاطر ما انت عارفه هو بيحبها قد ايه. عين عليك يا ابني، الدمع نشفت من كتر البكا. يا ترى يا ابني جعان ولا شبعان؟ بردان ولا دفيان؟ عمرو بيبني مستقبله يا كريمه، لازم نصبر ونستحمل عشان مصلحته. مساء الخير. مساء النور. تأخرت ليه يا خالد؟ أصلي كنت مع ألفت. طيب يا سيدي، المرة الجاية لازم تقول إنك هتتأخر علشان ما نقلقش عليك. حاضر حاضر يا بابا. إيه أحضر لك العشاء؟ لا لا أنا اتعشيت بره. أمال فين عزة؟ نامت من بدري، قالت عندها صداع ودخلت أوضتها من الساعة 10. ترى مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ اهلا اهلا شاهين. اتفضل. اهلا يا خالد يا ابني. اهلا يا استاذ شاهين. اهلا وسهلا. ايه اخبار مها دلوقتي؟ الحمد لله. انا عارف ان الوقت متاخر لكن انا عايزك في موضوع مهم ويا ريت يكون على انفراد. اهو مالو، اتفضل معايا فوق الصالون. تفتكر هو عايزه ليه؟ أولا أنا بعتذر عن الأسلوب اللي اتكلمت بيه سميحة في المستشفى. يا راجل ما تقولش كده، هو احنا في بينا اعتذارات؟ ده احنا اخوات. فعلا زي ما قلت كده، طول عمرنا اخوات وأهل، ومعزة ولادك وخصوصا عمرو من معزة مها بنتي. طبعا يا شاهين، انت عارف ان مفيش فرق بين ولادي وبين بنتك ما. ايوه بس لما الاقي بنتي بتدبل قدامي يوم عن يوم لازم اتصرف. مش معقول يعني اقف اتفرج عليها كده وهي بتخلص قدامي. انت عارف معزة مها عندي، قول انت عايز ايه وانا اعمله. عمرو يا سيادة اللواء، ما انت عارف كل الظروف. ايوه بس سيادتك برضو ممكن تتصرف تشوف لنا طريقة نوصل بيها الجوابات وهو يرد علينا. أيوة أنا لو كنت أقدر أعمل ده كنت عملته من نفسي. وأنا بقى ما فيش حاجة عندي أغلى من بنتي. دي برضو خسارة. ياه الشقة دي هتوحشني بشكل، مع إنها مش قد كده. يعني الواد موسى ده مش كان اتأخر شوية؟ كان زمان العقد معايا مع بقية الحاجة في الشنطة، وكان زمان تمنه هينغنغنا بر. هو أكيد هو. موسى موسى استنى. أيوة رشيل. يا أخي عايزاك. خير؟ أنا مسافرة بكرة. فين؟ أوروبا. فين في أوروبا يعني؟ لسه مش عارفة، بس مش ده المهم. المهم ان انا مش مسافرة فسحة، انا هقعد هناك على طول. هتهجري يعني؟ ايوه. طب وليه مش اسرائيل؟ بلا هم، لو رحنا هناك هيرمونا على الكيوبيدز لحد ما ايدينا تخشلنا وشعرنا يقع. ايه الكيوبيدز ده؟ عبارة عن مزرعة جماعية، اي حد بيدخلها ايا كانت مؤهلاته ايه او دراسته ايه بيتحول لمزارع، يقعد يزرع ويقلع ويفلح ويصحى من النجمة يحلب ويراعي في البقر. يعني من الاخر كده عيشه تاثر العمر. فعلا ما تخيلتكيش خالص في تزرعي وتفلحي والحاجات دي. ما تخيلتنيش بعمل ايه كمان. هشيل، عايزه حاجه تانية ولا اروح اشوف حالي؟ مش عايزه، انا الحق عليا اني كنت عايزه اسلم عليك قبل ما اسافر. وديكي سلمتي. لا لسه السلام اللي انا عايزاه ما ينفعش هنا على السلم.
لازم نبقى لوحدنا. ايوه يا مساء الحب، نجيبوا لكم 2 ليمون. كملت. جرى ايه يا جدع انت؟ احنا مش كان في بينا ميعاد علشان موضوع الجمعه؟ نعم في حاجه. الله، وانت نسيت الميعاد اللي كان بينا ولا ايه؟ ميعاد ايه يا حبيبي؟ يعني ايه ميعاد ايه؟ مش مفروض هتجيب لي بقيه المبلغ علشان خاطر السفن الروسي اللي هتيجي يوم الجمعه؟ سفن روسي؟ طب انا مالي ومال حكايه السفن الروسي دي؟ يعني ايه مالك؟ امال الكلام الاسبوع اللي فات ده كله كان على ايه؟ كلام ايه؟ انت عاوز توصل ليه بالظبط؟ يعقوب، وانت شارب حاجه؟ لا يا حبيبي، انا فايق كويس قوي وعارف انا بقول ايه. لا كان في بيني وبينك لا كلام ولا حتى اتفاق، لا عن سفن روسي ولا طيران امريكاني. انا راجل بتاع قطع غيار سيارات وبس. لا. طب والمقدم اللي دفعته لي؟ لو دفعت لك مقدم يا حبيبي يبقى حلال عليك كده اهو، و60 كده خلاص انت حر، ذنبك على جنبك. ناس غريبه تلاقيه جتت وخلاص. المعلومات اللي عندنا من مصدرين مختلفين بتؤكد ان القبض على عميل المينا كان لسبب جنائي مش امني، ومع ذلك جاك لازم يغادر بمنتهى السرعه قبل ما يطرد في القضيه. اما بلاكي فالمسؤول عن تجنيده لازم يتحاكم لانه انهار بسرعه وما نفذش التعليمات الاساسيه وقت الخطر. في كل الاحوال جنرال، لازم عمليه استبدال بلاكي تتم على الوجه الامثل كنقطه اتصال، وفي ميعاد اتحدد بالفعل الساعه 7 بتوقيت القاهره علشان واحد من مندوبين ريد يستلم متعلقات بلاكي. بلغ اخر اتصال لبلاكي ان عمليه التسليم تتم باسرع ما يمكن، واول ما يوصل روما يسلم نفسه لمكتبنا هناك. امرك جنرال. مش كان من الافضل ان هو يدمر المعدات دي فورا، او نبعت له المندوب في الحال بدل الصبح؟ المعدات دي صعب تعويضها في فتره التوتر بعد الحرب مع مصر. وبعدين المعلومات اللي عندنا بتقول ان احنا خارج اشاره الخطر الحمراء، وارسال مندوب بالليل ده ممكن يثير الشك ويلفت الانتباه، انما مع ساعات الصبح وبدايه الحركه والنشاط كل شيء ممكن يتم بهدوء، والشخص يجي علشان يشتري عفش مهاجر اجنبي ده مش هيثير الانتباه، وفي العفش ده ممكن تتنقل المعدات وقدام كل الناس وباقل قدر من الخطوره. موسى عايزاك. مريم رشيد، انت مالك عامله لي زي عفريت العلبه كده؟ هتقعدي توتري كل شويه؟ هي دي الطريقه اللي بتقابلني بيها وانا اللي مستنياك هنا طول الليل؟ مستنياني ليه؟ احنا مسافرين الفجر. بالسلامه. احتمال ما اعرفش اشوفك تاني. اعقلي يا رشيل، اعقلي وبلاش فضايح، كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. ما يهمنيش، انا ماشيه الفجر والمسأل قال لك يا رايح كتر من الفضايح. انا بقى قاعد. انت اتجننت يا موسى؟ انت بترميني على الارض؟ عارفه لو ما اتلبتيش في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ جرى ايه؟ صوتكم جايب لاخر الحته. مش هنسيها لك يا موسى، مش هنسيها لك ابدا. بس 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 استاذ مدحت، مش عايزك تفهم الموضوع. ما تخافش، مفيش اي حد هيعرف اي حاجه من اللي حصلت، عشان كل حاجه تفضل ماشيه زي ما هي. انا مش فاهمه يعني ليه صممت نمشي بدري قوي كده مع ان المركب هتقوم 6 بعد الظهر. انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش اللمه والزحمه. تاني حاجه بحب اعمل شغلي في الديره، وزي ما بيقولوا الليل سطار. وليه خلتني اسيب الشنط كلها بعد ما لميت فيها تحف البيت؟ تحف ايه بس؟ دي شويه كراكيب ما تشرفش في اوروبا. وبعدين بقى انا مش عايز موظفين المينا والمسؤولين هناك ياخدوا بالهم بسبب الشنط الكتير. اشمعنى؟ علشان اغمي عينيهم عن الاهم. وايه الاهم ده بقى يا حسره؟ ده من بيع الوكاله. فلوس موريس؟ فلوسنا احنا. تعبنا وشقينا يا حبيبتي اللي هنبدا بيهم حياتنا في اوروبا. قصدك يعني؟ بالظبط يا حبيبتي. موريس طلع عبيط وساب الشنطه قدامي، انا بقى ما اطلعش عبيط زيه. خدت الفلوس من الشنطه وحطيت له بدلهم شويه ورق قديم من الوكاله.
وهو مش هياخد باله؟ ما ياخد، يبقى يدور عليا ويلاقيني. بس الجماعة، ما هو لازم هيشتكي. يشتكي يا حبيبتي، واحد ما التزمش بالتعليمات وكمان بيدعي دلوقتي ان الفلوس اتسرقت منه. كلمته قدام كلمتي، تفتكري الجماعة هتصدق مين فينا؟ طب يلا يا اخويا، يلا لحسن، انا خلاص ما عدتش طايقه الحته دي خالص. يلا بينا قبل ما يصحوا. يلا يا حبيبتي يلا. راجع لك، اكيد راجع لك. يلا يا راجل، ما ينفعش نستنى اكتر من كده. دقيقة واحدة بس كمان يا يعقوب. يا لي، انت مستنية مين؟ اصلا انا قلت له على ميعاد سفر، وعندي امل يجي يودعني. معقولة يا راشيل بعد كل اللي حصل ما بينكم؟ يا يعقوب اصلي. اصلي ايه؟ ما ينفعش، اوعي تكوني بتحبيه. وليه لا؟ غلط يا راشيل، غلط يا حبيبتي. هو يحب لكن انت لا. هو انا يعني طوبة ودبشة كمان؟ حبهم ليكي يضعفهم ويقويكي، لكن حبك ليهم يضعفك ويقويهم. عارفة وحافظة الكلام ده صم، قلتولي مليون مرة. ويا ما استفدتي منه، ويا ما استفدنا منه. ايوه. طب يلا، يلا يا حبيبتي لأن المركب هتطلع. يلا، يلا يا رشيد، يلا. متنساش ان ده اقوى مركز عمرو، هيفيده كتير لما يوصل اسرائيل. طب وموريس؟ موريس ده هنعمل له زياره تانية، بس المره دي من غير مجموعه تنظيف. صباح الخير يا خواجه موريس. مين حضرتك؟ انا سيد سلامه، مخابرات العامه المصريه. السيد صبح عبود، وكيل نيابه امن الدوله، وده المندوب اللي كنت مستنيه الساعه 7 بالظبط. أنا ما عملتش حاجة. تمام يا فندم. حقيقي ما عملتش حاجة يا موريس؟ أنا هقولك كل حاجة، هقولك كل حاجة. أنا بقى كنت متوقعة ده من قبل كده كمان. بقى معقول؟ بقى بعد العشرة دي كلها يجي شاهين ويدينا إنذار؟ يا عمرو يتصل ويرد على الجوابات، يا إما يرجع يا يفسخوا الخطوبة؟ يا كريمة، اللي حصل لبنتهم برضو مش شوية. يعني الضنا عندهم غالي وعندنا احنا رخيص؟ ثم انهم كانوا عارفين ان عمرو هيغيب وان الاتصالات هناك هتبقى صعبة. ما احنا كمان كنا عارفين، ورغم كده مش قادرين على بعده. انا خايفة اموت قبل ما اشوفه. ومن سمعك. الله، انتوا مالكم قلبتوها نكت كده ليه؟ ان شاء الله يرجع وتشوفوه وتجوزوه وتلعبوا مع عياله كمان. ويا ترى عياله يبقى منها ولا من واحدة تانية؟ دي بقى سيبوها علي أنا. انتم جريدة خاصة، تمويلكم محدود. انا ميزانية اعلانات شركتي كبيرة، يعني ممكن نعقد صفقة كبيرة مع بعض. انتم تستفيدوا واحنا كمان نستفيد. نوع الاستفادة اللي حضرتك بتتكلم عنه مش مطلوب عندنا هنا في الجريدة، ده بيفسد سياسة الجريدة الاصلية. سياسة؟ سياسة ايه يا استاذ اللي بتتكلم عليها دلوقتي؟ اللي بيبني اسرائيل الفلوس مش السياسة. ثم انا مش طالب طلب شخصي، انا طالب ان انتوا توقفوا الحملة دي لانها ضد سياسة اعلانات شركتي. الحملة ضد سوناتا فرد؟ بالظبط. طب وايه علاقة مصلحة شركتك برئيسة اللجنة الاقتصادية في الكنيسة؟ الحقيقة عالم الاعمال ده عالم غريب جدا ومعقد جدا، مش من السهل احكي لك عن علاقات غير مباشره، ومش مفروض اني احكيها لك اساسا لانها اسرار عمل. اذا حاجات ملهاش علاقه بالمشاريع الاستثماريه في سينا. والله ده مش من شأنك. لا حضرتك، من شأني. ما دام حاجه تخص جارتي تبقى من شأني. اوكي، قولي حضرتك ايه المبلغ اللي المفروض اكتبه في الشيك ده عشان نخلص المشكله دي ونتمم الصفقه؟ مفيش اي مبالغ ممكن تخلينا نفقد ثقه القراء فينا. يعني الحملة ضد سوناتا فرد مش هتتوقف، وصفقتك مرفوضة، لأن حضرتك لازم تعرف إنك هنا في جريدة معارضة مش في كافيتيريا.
خير؟ خير. اتأخرت عن شغلك؟ لا، ما انا واخد اجازه النهارده. ليه بقى؟ عشان اخلص الاوراق اللي قلت لك عليها. ما تفكي بقى، فك التبويزه دي يا بونبون. انت فك بقى، بطل الكلام المتزوق ده، ما عدتش باكل منه. وانا يا ست الكل مش المفروض يكون معايا اوراق رسميه؟ هفضل عايش بوثيقه سفر مغربيه وانا مصري ابن مصري. بس انت مش واخد بالك انك مصري. هو مش برضو ابويا كان مصري ولا يا عمتي؟ وامك كمان، بس انت اللي مش راضي بكده، وعقلك بيقولك تهاجر اسرائيل. والله ما هو ده طبيعي برضو عمتي. طبيعي ليه؟ مش كل يهودي لازم يهاجر هناك. تاني يا موسى، هنعيده تاني يا حبيبي. الدين حاجة والوطن حاجة تانية خالص، ومصر دي وطن لكل الأديان وكل الملل. طب انت مش بتروح المعبد اليهودي على طول؟ طبعا عمتي. حد منعك؟ حد حتى حاول يمنعك؟ ابدا. مع ان الحرب بين مصر واسرائيل لسه ما بردتش، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان المصريين عارفين ان اسرائيل حاجه واليهود حاجه تانية خالص. طب افرض يا عمتي ان انا مضطر هاجر اسرائيل؟ مفيش حاجه اسمها مضطر. اسمع يا موسى، اسمع يا ابن اخويا يلي قعدت العمر كله مستنيه رجوعك. اذا انت اصريت انك تهاجر اسرائيل، انت من سكه وانا من سكه. انت موسى زكي رافع؟ ايوه. انا في ايه؟ اتفضل معانا. بالراحه. طيب قبضوا عليه؟ ايوه جنرال، المخابرات المصريه قبضت على بلاكي وظبطت كل المعدات، وقبضت كمان على مندوب ريد. وريد مساله ساعات جنرال، يمكن دقايق. خبرائنا متوقعين ان هو ده الخبر الجاي من القاهره. مش ممكن، كل شيء كان ماشي بمنتهى الدقه والحصر. اللي حصل واضح ان المصريين خدعونا جنرال. لا يا إيساك، ممكن يكسبوا جوله، مستحيل يكسبوا المعركه. كان لازم اتوقع نتيجة زي دي، لان عقلك مشغول بمشكلاتك العائلية اللي انت مش عارف تسيطر عليها. الموضوع ملوش دخل بمشكلاتي العائلية. انا استلمت الشبكة وفيها مجموعة من الاخطاء والثغرات. الادارة القديمة كانت مستهترة بالمصريين، والاختراق حصل في وقتها، وانا عندي اللي يثبت ده. تثبت ايه يا جنرال؟ تثبت ايه؟ ايه اللي ممكن يبرر كارثه رهيبه زي دي؟ احنا مش بس خسرنا واحده من افضل شبكاتنا في الشرق الاوسط، احنا خسرنا كمان احساس المواطن الاسرائيلي بالنصر والتفوق. اهمالك سمح للمصريين انهم يكسبوا جوله مهمه في وقت كان الكل متصور انهم خلاص انتهوا. اسمح لي يا فندم، مش اللي حصل هو اللي كسر إحساس المواطن الإسرائيلي بالتفوق، لأن مش إهمالي هو اللي غرق إيلات ولا كسرنا معركة شدوان. أنا ما عنديش استعداد أسمع كلام أكتر من كده. أنت هتقف قدام لجنة تحقيق عليا وهي اللي هتقرر مصيرك مش أنا. مش قادرة خلاص عشان خاطري يا حبيبتي.
كولي خدي كأنه دواء. أنا ما صدقت إن هما شالوا الأنبوبة وتاكلي طبيعي. كولي يا حبيبتي عشان تشدي حيلك ونخرج من هنا بسرعة بقى. يلا يلا افتح بوك يلا حبيبتي يلا. كمان واحدة. ألف هنا وشفا يا حبيبتي. صباح الخير. ازيك يا عمي؟ ازيك يا طنط؟ عامله ايه دلوقتي يا ما؟ الحمد لله يا عز. اتفضلي. اهلا اهلا يا عز يا بنتي. اهلا. اتفضلي يا بنتي اتفضلي. ازاي بابا وماما؟ بخير يا عمي. الحمد لله ما انك قمتي بالسلامه. الله يسلمك يا بنتي. والله لا قامت ولا حاجه، دي تعبانه زي ما هي، ده حتى الدكتور قال يعني ما فيش داعي للزيارات. ماما الله، الدكتور هو اللي قال كده. طب استاذن انا بقى مدام الدكتور قال كده. مع السلامه يا اختي. ارجوكي خليكي يا عز، كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. لا يا ما، هبقى اجيلك تاني لما الدكتور يسمح. انا بس كنت جايه اقول لعمي ان احنا ما عندناش وسيله اتصال بعمر زي ما حضرتك شرطت علينا. شرط عليكم؟ اصل احنا كنا خايفين عليكي يا حبيبتي. و ازاي يا ماما تتصرفوا من وراي يا بنتي؟ يا حبيبتي ساعتها انت كنت في حاله غير الحاله. ولو يا بابا، بس دي حياتي انا ومستقبلي انا، وقبل ما تعملوا اي حاجه كان المفروض تاخدوا رايي الاول. الله، ايه يا جماعه، انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ لا لا لا، ده ما كانش قصدي خالص. ايه يا شكري، صوتك كان عامل كده ليه في التليفون؟ مصيبه مصيبه يا طلبه يا اخويا، مصيبه. مصيبه ايه؟ احكي. الخواجه موريش اللي خدنا منه الوكاله في اسكندريه ماله؟ طلع نصاب. يا ريت، ده طلع جاسوس. جاسوس؟ وعرفت الحكايه دي ازاي؟ واحد تاجر زميلنا في اسكندريه بلغني على التليفون. مصيبه مصيبه كبيره قوي. بالعكس، ده شيء عظيم جدا والله، برافو عليكم يا اولاد. ده واخد مننا 10,000 جنيه ومعاه شيك تاني زيهم ب 10,000 جنيه. ايه قيمة الفلوس لو سابوه ينخر في عظم مصر؟ دول 20,000 جنيه تعبنا وشقانا. حتى لو كانوا مليون جنيه، الفلوس بتروح وتيجي، لكن مصر لا. مصر يهون علشانها كل غالي. انا مين غيرك هايدي؟ جنرال هاير لا يمكن يعمل اعتبار لمخلوق غيرك انتي في موضوع زي ده. لا، واضح انك فاهم الجنرال غلط. انا عارف انه رجل عنيد وعصبي وعنيف، لكن تدخلك انتي بنته الوحيده اكيد هيفرق معاه. تدخلي لصالح مين؟ سوناتا؟ سوناتا بتحبك يا هايدي. انا عمري ما شفتها بتتكلم عن حد زي ما بتتكلم عنك. والله تحبني تكرهني دي حاجه تخصها، انما انا مش هحط نفسي في موقف زي ده علشانها. ما هو انتي لو ما تدخلتيش لصالح سوناتا جنرال مش هيرحمها. ما هو لو كان قرر اي تدخل في الدنيا مش هيغير له رايه. ايه؟ حتى انتي بنته الوحيده؟ حتى امه لو كانت عايشه. الجنرال ده شخصيه خاصه جدا، فتحت عينيا على الدنيا على قساوته وصرامته. كان كل ما يحب يقول لي اي حكايه ويتباهى بيها ما كانش بيتكلم غير عن الدمار والخراب. عمري ما سمعته بيتكلم عن العدل او الحب او السلام. افهم من كده انك رافضه التدخل؟ تماما. افتحي الباب يا عزة. حاضر يا ماما. مها، ألف حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا بنتي. أنا الحقيقة جاي أعتذر يا طنط. تعتذري عن إيه؟ كف الله الشر. عن أي حاجة قالوها بابا وماما أثناء ما أنا كنت عيانة. ولا يهمك يا قمر، اللي يجي في الريش بقشيش، المهم إنك قمت لنا بالسلامة. هو كان حصل إيه يعني؟ لا حصل يا طنط، وأنا عمري ما تعودت أحط راسي في الرمل. عمر ما ده كان الحل. على العموم يا بنتي، احنا طول عمرنا اهل، وانا طول عمري العمر، وعمري ما هكون لحد غيره. والكلام الحلو ده بقى مش عايز حضن ولا ايه؟
سلام يا اخي، الدنيا دي فيها عجائب. ما معقول الخواجة موريس صاحب اكبر وكالة في المنشية يطلع جاسوس ليه؟ ما هو مش بالبلد دي يا معلم، لا عمره هيخاف عليها ولا يحس بيها. اي والله يا معك حق، عندك الزفت اللي اسمه يعقوب واخته رشيل عاشوا في وسطنا هنا وكانوا من خير البلد دي، ومع ذلك ما رعوهاش. وفي كتير من ولادها ما بيرعوهاش ولا بيعترفوا بخيرها عليهم. هيا هاكم. ايه ده؟ بص يا معلم. اهلا استاذ موسى، الحمد لله على السلامة. كويس ان هم سابوك. عدت على خير يا معلم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ولا عم في الجال قهوة معتبر الاستاذ موسى امام. لا يا معلم، انا يا دوب اطلع ارتاح شوية وبنزل تاني. موسى يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني، ايه عملوا فيك ايه؟ مفيش حاجة يا عمتي، قعدوا يستجيبوني لو ماليش دعوة بالموضوع، افرجوا عني على طول. هما يعقوب واخته، هما اللي شبهوك وورطوك وطفشوا هما وسابوك تتعبك. عدت يا عمتي، عدت على خير يا حبيبي. ما انت تعبان، هعمل لك لقمة تاكل. لا 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 لا، لما اصحى يا عمتي، لما اصحى. عاوز انام، عاوز انام. عدت على خير. يا ريت يا ريت هتعدت على خير. يا فؤاد، الشنطة طلعت فاضية؟ مليانة ورق قديم، والراجل كان فاكر إن فيها فلوس الوكالة. ده الواد يعقوب ده طلع تعلب بحق وحقيقة. لا مش تعلب، ده ضبع. يقف بعيد وما يخاطرش، ياخد اللي هو عاوزه من بعيد لبعيد، يعني زي ما بيقولوا كده يخاف ما يختشيش. ايوه بس العمليه كانت مدهشه. الاسرائيليين هيتجننوا، شبكتهم كلها وقعت بضربه واحده. الاهم من كده ان الضربه دي عدلت في الميزان يا حسن. وقعت الشبكه وخلت يعقوب يخرج وهو متصور ان عمرو هو منقذه. طبعا الاحساس ده هينقله للمسؤولين في اسرائيل. زائد انها هتنهي كل العمليات اللي تورطت فيها الشبكه القديمه، ومن ضمنها عمليه خالد طلب. طب تفتكر يا فؤاد مش هيحاولوا فيها تاني؟ لا 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 لا، الاسرائيليين مش اغبياء عشان يكملوا عمليه انكشفت. وبعدين خالد يعني مش اخر شاب في مصر. يعني احنا كده خدنا منهم اللي احنا عاوزينه. بالظبط بالظبط يا حسن. صباح الخير. صباح الخير موسى. عبد الله على السلامه. كفاره يا جدع، ده احنا قلقنا عليك. بس كنا واثقين انك انت مالكش دعوه باللي حصل. مع انك يهودي. المهم انك خرجت بالسلامه يعني. حققوا معاك جامد؟ هو في تحقيق جامد وتحقيق خفيف. كانت تجربة قاسية مش كده؟ كده. لدرجة إن أنا عايز أعيد كل حساباتي. أكيد ما كنتش بتفكر إن ده ممكن يحصل لك. ولا كنت أتخيله. ومين كان يتخيله؟ يعقوب وموريس ده حاجة تطير العقل يا جدع. ومين عارف لسه المستخبي إيه؟ على رأيك. موسى. تعالى أنا عايزك. هيه. ناوي تعمل ايه بعد اللي حصل؟ اعمل ايه في ايه بس؟ ايه يعني هتقعد هنا؟ امال يعني هروح فين؟ تهاجر يا اخي. اهاجر؟ اه طبعا تهاجر. انت اصلك ما تعرفش القوانين هنا بعد الثوره. ما دام قبضوا عليك مره مش هيبطلوا ابدا. ما دام اسمك اتسجل عندهم يبقى اي بلوى هتحصل هيجرجروك. بس انا اصلا طلعت براءه وخلاص اتاكدوا انه ماليش دعوه بالموضوع. اسمع كلامي، انا اكبر منك. صدقني مش هيغمض لك عين طول ما انت موجود هنا. طب والحل ايه؟ تهاجر يا حبيبي. اهاجر فين بس؟ على حبيبتنا اسرائيل. معلوم زي ما بيقولوا لك كده، استاذ موسى ده نضيف قوي، الا ما كانوش سابوه. العالم مش بتلعب. مش نضيف قوي يا معلم. ولازمته ايه البق الحامض ده؟ انت شفت عليه حاجه؟ انا شفته بيبوس البنت رشيل يا معلم على السلم. يا نهار مش فايت. بيبوس البنت رشيل على السلم؟ ده ما يحصلش ابدا في حتتنا طول ما انا عايش على وش الدنيا. ما احنا اللي سكتنا له من الاول يا معلم. يعني ايه سكتنا له من الاول؟ قصدي ان احنا كان المفروض ناخده على الحامي يعني من الاول. خلاص ناخده من الاخر. يا معلم ده لما ظبطتهم البنت المحروسه طلعت على شقتها وهي بتبص لي من فوق لتحت وهو ساب الحته كلها ومشي. مين قالك؟ مين يا معلم؟ شوف يا ست استر، احنا من يوم ما لميتنا حته واحده وعرفنا بعض مفيش بينا غير كل خير. ما عدا حكاية العقد دي يا معلم. حتى دي هات خلاص خلصت، انتهت خلاص، والنفوس هديت وكل حاجة رجعت زي ما كانت. إلا المسخرة وقلة الأدب ما نقدرش نسكتوا عليها أبدا. طب وحياتك يا معلم وغلاوتك عندنا؟ أنا من الأول حذرته من الحكاية دي. من الأول؟
يعني الحكايه دي بقى من زمان واحنا نايمين على ودانا. لا هو يعني مش من زمن كتير قوي، بس انا قلت لموسى لا يا موسى لا، مش ممكن مش ممكن ده يحصل. انا عارفاكوا يا معلم كويس، ومش ممكن تفوتوا حاجه زي كده. طبعا الا الاخلاق والشرف. الله، ما فيش حاجه مست الاخلاق والشرف لحد دلوقتي. ازاي بقى؟ زي ما بقول لك كده، المساله ما زادتش عن سلام وكلام، ويمكن يكونوا اتكلموا في التليفون وانا كنت نايمه. يا ست استر انا شايفهم بعناية اللي هياكلهم الدود دول وهم بيبوسوا بعض في بير السلم. موسى وفاطمه. فاطمه مين؟ فاطمه بنتي؟ ايوه فاطمه بنتك. انا اعرف انها بتحبه، وما كنتش يعني اتصور ان هي بتشاور ليه. انت عايز كنت عارف هلا؟ انا قلت لست ام فاطمه يا معلم، بس ما رضيتش اقول لك احسن. يعني انت كنت عارف ما قلتليش. هو ايه ده؟ هو احنا فين من ضرب هنا ولا ايه؟ ده اول حساب، بعدين هصفي الحساب معاك لما افضلك، ومن اللحظه دي مالكش عيش عندي في القهوه. قول وانت استهاني تاخدي ابن اخوك وتشوفكوا حته تانيه تسكنوا فيها. هو ايه؟ هي بلطجه ولا ايه؟ سميها زي ما تسميها، سميها بلطجه زي ما انت عاوزه. انا بنصحك الوجه الله تاخدوا ابن اخوك وتمشوا من هنا وتكفوا خيركوا شركوا، والا الباقيه في حياتك في ابن اخوك. اللي حصل ده في مصلحتنا يا حسن مش ضدنا. الحته لما تنقلب على عمرو يبقى ده معناه ان الدور اللي رسمته له المخابرات الاسرائيليه ما عادش نافع، وبالتالي هيلغوا محاوله تجنيده. لكن بعد ما تاكدوا من شخصيته بالفعل، وده هيامنه اكتر من الاول. طب واهل الحته نفسهم؟ غضبهم عليه هيبقى مبرر قوي انه يسيب الحته، ويمكن مصر كلها كمان. وساعتها بقى هجرته تبقى منطقيه جدا جدا. بالظبط يا حسن. طب يا فؤاد، طالما عندك بعد نظر قوي كده، ممكن تقول لي بقى عمرو هيواجه الموقف ازاي لما يرجع الحته الليله؟ الليلة هتبقى صعبة أوي يا حسن. مساء الخير يا جماعة. فين يا جماعة؟ مؤاخذة احنا عايزينك يا سي موسى. خير يا معلم. للأسف يا أستاذ موسى، المرة دي مش خير. ليه بس؟ عشان موضوع ال لا من غير تفاصيل، ربنا حليم ستار. مؤاخذة يا سي موسى بقى، احنا مش عاوزينكوا هنا في الحتة، تاخدوا بعضكم وتمشوا من سكات. نعم. نعمين وحتة زي ما سمعت كده، تتكلوا على الله أحسن لكم وأحسن مش هيحصل طيب. ليه؟ هي عافية ولا ايه؟ ايوه هي عافية، عليك نور. يا سلام، ليه مفيش قانون مفيش بوليس؟ لا مفيش ادب مفيش خشب مفيش حياة. معناه ايه الكلام ده يا معلم؟ معناها اللي انت سمعته، يا تاخدوا بعضكم وتمشوا مسكات، يا اما هنرملكوا عزالكم مش شباك. ما يصحش الكلام ده يا معلم. زي ما بقول لك كده، وتطلع تستشير عمتك، تحب العفش يترم الشباك ولا يخرج من الباب؟ لا مش هسيب بيتي ابدا، يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن انا مش هسيب بيتي ابدا. هنعمل ايه يا عمتي؟ نبلغ البوليس. البوليس هيعمل لنا ايه؟ يحمينا منه. هيحمينا يومين ثلاثه اسبوع شهر يا عمتي؟ احنا ولا وزر ولا سفر عشان يحطوا كشك حراسه قدام البيت. يعني ايه؟ هتخاف منهم؟ ده مش خوف يا عمتي، ده عقل. عقل؟ عقل ايه اللي يقول اسيب البيت؟ عقل ايه اللي يقول اسيب البيت اللي عشت عمري كله فيه؟ هو العقل كمان يا عمتي ما بيقولش ان احنا نسيب البيت بس، انما البلد كلها كمان. هنروح فين؟ هنروح فين؟ اسرائيل. لا لا، الف مره قلت لك لا. اسمعيني يا ست الكل، اهدي بس اسمعيني. واضح ان اهل الحته المره دي منشفين دماغهم قوي، واحنا لو سيبنا الحته ومشينا مش هنلاقي حته في مصر كلها نروح. تعالي، مفيش قدامنا غير اسرائيل. لا الا اسرائيل. امال هنروح فين؟ اي حته، اي حته الا اسرائيل. بقول لك كانت يا بنت عمنا عايشه في اتينا، نروح لها أكيد هناك هيساعدونا ولو لك شغل. ماشي يا عمتي، حاضر نروح عتينا. اتفضل، السيد حسن منتظرك جوه. طب والسيد فؤاد؟ الأوامر ارجع لك بعد ساعة.
كده مش ممكن اي حد يعرفك لو شافك وانت داخل. هي الفكره دي جت في الوقت المناسب يا فندم. هي فكره ممتازه. على فكره عندك دوره تدريبيه. دوره تدريبيه؟ دوره تدريبيه اضافيه مكثفه لمده اسبوع قبل ما تبدا اجراءات السفر. الوقت اللي هياخده ورقك على ما يخلص هيكون مبرر كافي ومنطقي لغيابك عن البيت للشغل لمده ساعتين او ثلاثه يوميا. طب والدوره دي هتبتدي امتى يا فندم؟ تبدا حالا. هيكون فيها مراجعه كامله لكل اللي اتعلمته عشان يكون عندك فصل كامل ما بين شخصيتك وشخصيه يوسف. وهنحدد 3 ساعات يوميا. انور هيعدي عليك ياخدك من مكان محدد وهيرجعك لنفس المكان. المكان ده يا موسى هيتغير حسب جدول هتحفظه النهارده صمت. لا كله الا ده. العقد ده انا ورثته عن امي ومش هفرط فيه ابدا. لما اموت وبورثه واعمل فيه اللي يعجبني. يا عمتي يا ربنا يديكي طولة العمر. بس احنا مفيش قدامنا حل تاني. امال هنجيب تمن تذاكر السفر منين بس؟ خلاص ما نسافرش. برضه ما ينفعش، الحته كلها قلب علينا، وانا ما اقدرش كل يوم ادخل بيتنا اتسحب زي الحراميه. ما انت السبب. فلاتي وعينك زيها. انا السبب؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ وانا ايش عرفني؟ انا كنت بنام زي القتيله، واصحى الصبح الاقي الكولونيا بتاعت البت راشيل دي فايحه في الصاله. طب احلف لك بان اللي في دماغك ده عمره ما حصل. طب وفاطمه؟ مالها رخرة؟ عيلة صغيرة بتحبني اعمل لها ايه؟ تمنحها. امنعها؟ حاولت امنعها ما نفعش. عيلة صغيرة شبطانة ما عندهاش تمييز. بس انا حذرتك. المرة دي انت ظلماني. ظلماك ولا مش ظلماك؟ او اللي حصل حصل وبسببك هننطرد من الحتة وحنسيب مصر كلها. ويعلم هنلاقي حتة نعيش فيها ولا لا. يا عمتي اكل العيش في كل حته، ربنا هو اللي بيرزق. حتى كلامك بقى سايشوهم خساره. ايه ده؟ حمو حمو انت بتعمل ايه؟ ايه اللي منامك على الرصيف؟ بنام فين يا مدحت بيه؟ تنام فين يعني ايه؟ في بيتك. بيت ايه بس يا مدحت بيه؟ انا من صغري وانا متربي في القهوه دي وعمري ما كان ليا بيت. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت من يوم المعلم طردك وانا بنام على الرصيف. طب قوم معايا. قوم تعالى بات عندي لغايه الصبح، والصبح ان شاء الله احاول اصلحك على المعلم. انا مش عايز اعمل لك قلق يا مدحت بيه، ممكن تكون المدام يعني. لا 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 لا، المدام مش هنا في مصر. يلا تعالى. ربنا يكرمك يا مدحت بيه، ربنا يسترك يا شيخ. يلا.
خد بالك من نفسك. مؤاخذة يا ابني. ولا يهمك يا حاج، ولا يهمك. ما حصلش حاجة يا ابني، ما حصلش حاجة. معلش يا عم شكر، ما لقيتش غير اسبرين من العادي. ما لقاش حاجة. مالك يا عم شكر؟ لا ولا حاجة يا ابني. بس سبحان الله، شفت واحد دلوقتي الخالق الناطي أخوك، بس بدقن وبشنب، حاجات غريبة كده. احنا فين واخويا عمرو فين؟ على رايك. طب يلا بينا بقى، يلا عشان نلحق القطر، انا عندي مدرسة الصبح. يلا يلا يا ابني يلا. اللي جوده جيب لي قهوة دبل. تعالى يا فندم. بعت لحد نشوط البلدية. يا فندم، انا فؤاد يا فندم، فؤاد كبير. الله يسلمك يا فندم. لا لسه جاي من 5 دقايق. كل شيء ماشي وفقا للخطه. ربع ساعه يا فندم والتقرير هيكون على مكتبك. ادخل. لبيب يا فندم، شؤون الماليه. خد اللبيب ده، كشف بكل الأموال والمتعلقات اللي حرزناها في بيوت أفراد الشبكة. راجع على الأصول واعمل بيه ملف كامل. أمرك فندم. فندم. أيوة حلم. آه الحمد لله لسه راجع. الله يسلمك. إيه؟ قابل مين؟ في ايه يا كريم؟ عمرو وحشني قوي، والليله دي قلبي واكن عليه اكتر من اي يوم تاني. وبعدين بقى، احنا مش قلنا 100 مره ان عمرو بخير ان شاء الله، ولازم نستحمل فراقه وبعده علشان مستقبله؟ عارفة يا طلب، بس أنا صعبان عليا اللي بيحصل في غيابه دوت، ولا هو حاسس ولا دريان. وإيه بقى اللي بيحصل في غيابه؟ إذا كان عشان مشكلة مها، البنت جت لحد هنا واعتذرت لنا عن كل كلمة قالتها أمها، وحلفت لنا إنها العمر مهما حصل. بس أمها ما قالتش كده. يا ستي ما تحبكيهاش بقى، الست كانت مرعوبة على بنتها وما كانتش تقصد ولا كلمة قالتها، الكلام كان من اللسان مش من القلب. طب وانت ايش عرفك؟ وانت ايش عرفك؟ هو ايه ده بقى اللي ايش عرفها؟ اهلا يا عزر. اهلا يا بنت. قولي اخبار مها ايه؟ كويسة وزي الفل وبتسلم عليكم، هي وطنط وعمو شاهين، وبيقولوا لكم انهم جايين يسهروا معاكم بكرة بالليل. ها سمعتي؟ مش قلت لك؟ وانتوا كان عندكم شك في كده ولا ايه؟ ده انا عزه والاجر على الله، لما احط موضوع في دماغي لازم يطلع كسبان. يا سلام، يعني البت عامله انها بتفهم قوي. ايوه كده، روقي. اديني رؤيت اهو. كانت الشفافيه يا سوناتا. مش سوناتا اللي تعمل كده حير؟ نسيت سوناتا العظيمه، رئيسة اللجنة الاقتصادية في الكنيسة وأقوى شخصية فيه. كل ده خلاص مهدد بالضياع. فكبي سيرة الضياع، أنا عايش فيه من رأس الرجلية. دي مش نهاية العالم هاير، خسرت جولة مع المصريين، بكرة تعوضها بانتصار كبير. بكرة؟ بكرة لو جه أنا مش هكون فيه سوناتا. خلاص انتهيت، بكره هقف قدام لجنه التحقيق زي اي اصغر عسكري. مش هيحصل حير. خلاص حددوا بعد اللجنه سوناتا. وحد
حددوا أفرادها كمان، وكالمعتاد بيختاروا دايما عضو من الكنيسة. قصدك إيه؟ أنا عضو في لجنة التحقيقات. حيث نتا في الأحوال العادية وبعد انتصار المصريين وانخفاض الروح المعنوية بين الإسرائيليين، المفروض يا جنرال تكون عقوبتك كبيرة قوي. لكن أنا بقى باتصالاتي وتأثيري على اللجنة هنحول الاتهامات دي كلها للإدارة القديمة، ونكتفي بتوجيه اللوم ليك يا جنرال. مقابل إيه؟ صفقة. عايزة حاجة عمتي قبل ما نام؟ لا يا حبيبي نام. وحشتني يا خالد، وحشتوني وحشتوني. ايوه يا حسن، حلم اكد ان الموقف عدى بسلام، ما لحقوش يدققوا في وشه ولا يتعرفوا عليه، وهو كمان متنكر. مش هي دي المشكله؟ طبعا يا حسن، ده كسر مباشر ومفاجئ لحاله التقمص اللي عايشها عمرو، واللي هيبني عليها نجاحه في المرحله اللي جايه. يعني هو غرقان في شخصية موسى، فجأة يلاقي أخوه وشريك والده. أنا بصراحة خايف من رد الفعل. أيوة حسن، ما أنا عارف إنه متدرب كويس، لكن في النهاية بشر. مش عارف، عموما أنا هستنى أشوف إيه اللي هيحصل. طبعا هتاخد شنطتك وتسافر على حبيبة القلب. يا سيدي الحال من بعض، بس على الاقل انا حبيبه قلبي قريبه مني، مش على بعد 500 كيلو. يا ابني الحب ده ملوش مسافات. الله، ده علمك الحكمه كمان يا ابو عادل. امال ايه يا ابني؟ ده حب اسكندراني. عارف يعني ايه حب اسكندراني؟ مش اي حب، مش لعبه. خالد، ايه اللي جابك هنا؟ عايزك في موضوع مهم. مبروك. مبروك على ايه يا ست التفاحه؟ مبروك على خروج حبيبه القلب من المستشفى وطلعها للبيت. على الاقل هتوفر الهدايا اللي كنت بتلفعها على قلبك وتجري على هناك. وبعدين بقى احنا مش هنخلص من موال ده. مره تتهميني في الست عزه، ومره في الانسه مها. ما انا بقتش عارفه ارسلك على بر. انت عايز دي ولا عايز دي؟ لا دي ولا دي. لو كنت عايز واحده منهم كنت اتخبطت في نافوخي وخطبتك ليه؟ لو انت صادق الاتنين رموك، واحدة طنشتك والتانية هزقتك واديتك بالجزم على دماغك. مين التافه اللي قالك الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ من وداني يا حبة عيني، من لسانة كل اهل الحتة، حكولي ووصفوا وقالوا للدنيا كلها. طب قبلت خطوبتي ليه مدام ده كله وصلك عني؟ النصيب بقى. طب يا اختي حافظ على نصيبك بقى احسن يفلسع منك. ماشي يا متولي، نصيحة مقبولة. طب يلا يا اختي هوينا قبل المشي ما يخلص. بس خد بالك يا متولي، المرة الجاية مش هاجي لوحدي عشان ما تقعدش تبيع وتشتري فيا. امال هتيجي انت ومين؟ مجلس الامن؟ لا وانت صادق هجيب لك اللي كلمته تمشي على الكل. هجيب لك ابويا. وماله؟ هاتيه يا اختي. ايه هتتيني بيه؟ برضك ابوها مش بسيط، برضك يا معلمي ده كلنا عايشين من خيراته. واحنا هنخاف منه انا ولا هنخاف منه؟ لا بس برضك نعمل له ألف حساب. الله، يا أنا الحكاية، انت هتسايب ركبي كده ليه يا أنا؟ والله العظيم بحب ألفت، ده أنا حتى بخاف عليها أكتر ما أنتوا بتخافوا عليها. قولوا لها كده ما كنتش جيت وكلمتك دلوقتي. قول لي وبصراحة يا خالد، أنت ألفت لسه بتقابله؟ هو أنا ممكن أكذب عليك عشان أنقذ ألفت منك، بس إحنا اتفقنا نتكلم كرجالة، عشان كده هجاوبك بصراحة. احنا بنتقابل، بس والله العظيم ما تحلفش. وايه المطلوب دلوقتي؟ انا جاي لك من الباب. عايز تخطبها يعني؟ ابقى اسعد واحد في الدنيا لو وافقت. يا ابني انت لسه في ثانويه عامه، ده انت لسه حتى مستقبلك مش معروف. يوم ما هفشل قوي يعني هشتغل في محل عم شكري، او في الوكاله الجديده اللي احنا شركاء فيها في اسكندريه. مش ده المستقبل اللي بتكلم عليه. خلاص خليها قرايه فاتحه بس لحد ما نشوف نتيجه الثانويه العامه.
لو جبت مجموع كبير ودخلت كليه محترمه نكمل، ما جبتش يبقى نلغي الموضوع خالص. باباك ومامتك عارفين حاجه عن موضوع الخطوبه ده؟ ما انا قلت اجي اقابلك الاول واتكلم معاك، عشان لو ما وافقتش ما بقاش حركتهم على الفاضي. تفتكر هيوافقوا؟ لو انت وافقت هيوافقوا على طول، انا محوش تمن الدبل. منين بقى؟ من شغلي في المحل. تعرف يا خالد، انا بحس ان الرجوله دي وراثيه في عيلتكم. انا عارف، ما عدا عزه طبعا. مطول مبروك بقى. وافقت بجد يا عصام؟ وافقت بصراحه، ما قدرتش ارفض. الواد طلع راجل زي اخوه، قصدي زي ابوه. ورغم انك عارف ظروفه وافقت. والله يا عمي ما اعرفش اقنعني ازاي، اصل لما بتكلم من قلبي يا بابا ببقى مقنع قوي. والله يا ابني عندك حق، الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل تملي للقلب. ما تقوليش كده احسن، سيروميو افتكر انه شاعري وبيحس. ما بلاش كل شويه حكايه سيروميو وسيروميو دي، يا احسن اعملها بجد واموت ولا الحق اتجوز ولا اعمل حاجه. يا اخويا بعد الشر عليك. ما تتفزعيش قوي كده، طمني يا اختي، ابنك من النوع اللي ما بيحوقش في جدته حاجه. كده برضه يا بابا. طب بعد اذنك يا سياده اللواء، هاخد خالد وعزه ونخرج شويه. وماله يا ابني؟ عارفين انا يا عصام، انا يا دوب اخش اغير هدومي ورايح شويه. براحتك، بس ألفت كانت لابسه ومستنيه تخرج معانا، مش مشكله بقى. انا مستنيكوا تحت. مبروك جنرال. الفضل يرجع لعبقريتك. لجنه التحقيقات بحالها ما وصلتش لحاجه. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. امرك يا جنرال. ملف شبكة جاك جنرال. الملف ده لازم ندرس كويس قوي، سطر سطر وكلمة كلمة وحرف حرف. لازم نعرف ايه الخطأ اللي وقع شبكتنا في مصر. امرك جنرال. في موضوع تاني لازم تعرفه يا جنرال. مش وقت حنين. موضوع ايه؟ مقال هايدي في الجريدة. هو الغلب ده مش هيخلص يا ست استر؟ كل ما اجيب لك وصل تعملي فيها قضيه؟ ما هو كمان المبلغ مش معقول. طب وانا مالي؟ دي وصولات بيتوها لي بديها لكم واخد ثمنها. عايزه تشتكي اشتكي للحكومه. خلاص هخلي موسى ابن اخويا يقدم شكوى بكره. يعني مش هتدفعي؟ لا مش هدفع. خلاص ما تبيش تزعلي لما يقطع عنك النور. يقطع النور؟ جرايه يا حكومه، انتوا بتساووا عليا عشان انا ست كبيره. بقول لك ايه، انا مش فاضي للوش ده. اهل الحته ما فيش حد هيصدر لك، وقالوا لي اعمل فيها زي ما انت عايز. سلام يا تيتا. اشفي الكلاب ويضرك. الواد موسى عنده حق، يظهر ان احنا ما عدلناش وقعد في الحته. طبعا لازم ابص لبعيد، لان مخي معلمين، لازم احسب وتكتك وارسم على تقيل قوي. بصراحه معلمي انا مش فاهم بترسم على مين فيهم، مزمزين عزه ولا المزمزين مه؟ شفت مخك صبياني بنعلي كاوتش، انا طول عمري برسم على الفرده اللي هي. طب وخطبت الفرده التانيه ليه؟ منوره تكتيك رسم على كبير قوي. انا يوم ما رحت طلبت الست عزه كان بسلامته مشروع الاستاذ موجود هنا، طلبتها عشان ادخل البيت عشان اقعد فيه ويبقى لي رجلي فيه، وبعدين انط على البيت التاني. ولا مؤاخذه معلمي، انت عندك بيت تاني؟ بيت ما يا عمار، فهمت؟ لا انا عمرك هتفهم. ايه ده في ايه؟ خير يا رجاله، لو جايين عاوزين جزم مقاسكم مستحيل تلاقوه عندنا. اكبر مقاس عندنا 48. 28. ما تخافش يا سيدي، الرجاله دول تبعي. تبعك انت؟ ايوه يا معلم، دول جماعه قرايبنا بعتهم ابويا معايا عشان اعرفهم السكه على ما يجي ورايا بالعربيه المرسيدس مع الباقيين. باقيين؟ اهلا وسهلا. وجماعه الشوم دول مشرفينا ليه؟ اصل بصراحه كده ابويا زهق وقال لازم نقطع عرق ونسيح دم. دم مين؟ صاحب النصيب بقى. ليه؟ هو انا زعلتك في حاجه يا ست تفاحه؟ ربنا ما يجيب زعل يا سيدي المعلمين، لكن خلاص من النهارده مفيش مطوحه، يا تشوف حالك يا نشوف حالنا احنا. بس كده
يا دي الهنا وداحفني. يا نعمين روح هات لنا يا مأذون ويكون سوبر بسرعة. ده ردك يا معلم؟ وانا هلاقي واحدة زيك فين؟ ولا عيلة زي عيلتك دي فين؟ ربنا يحرسها لك. صباح الخير. أهلان يا موسى. أنا جاهز. مش أنا اللي هضربك النهاردة. طنيت. ازيك يا موسى؟ عايدي. نعم. البقال اللي انت كاتباه النهارده ده عن الشبكه اللي كشفوها المصريين وبتتهميني بالتقصير. بنتي الوحيده بتثير الراي العام ضدي. مش انا الوحيده اللي كتبت في الموضوع ده، صحفيين كتير كتبوا في الموضوع نفسه. مش هسمح لك من النهارده انك تدمري مستقبلي. امشي ادخل على اوضتك ومفيش خروج منها، مفهوم؟ مفيش خروج منها. اعتبارا من بكره هتنشغل في استخراج تصريح السفر ليك والاستر بعد ما تستلم اوراقك. يعني خلاص هسيب مصر؟ ايوه، بس مش هتسافر على اسرائيل على طول، هتسافر على اتينا زي ما اسر عايزه بالظبط. طب وبعدين؟ سيب بعدين دي للظروف، هي هترتب نفسها. ايه مالك يا موسى؟ بس لما حسيت اني هبدأ الجزء الثاني من العملية حسيت بايه؟ بتردد ولا خوف؟ خالص حسيت بشوق. شوق لقالك؟ والمهن وده في تجاوز دوري؟ لا لا بالعكس، ده حقك، بس المشكلة دلوقتي انك ما تقدرش تقابلهم، ده يتعارض مع الموقف اللي احنا رتبناه كله. مش مهم اقابلهم، اشوفهم اشوفهم. اتفقنا. ايوه فؤاد، بس دي مخاطرة كبيرة كبيرة قوي. بس هتعود علينا بفايدة اكبر يا حسن. عمرو بعدها هيحس بانتماء اكبر، وهيحس كمان ان عنده استعداد للتضحيه والفداء. لا يا فؤاد، انا شايف العكس تماما. انا شايف ان مقابله لخطيبته هيرجع حنينه ليها ولاهله، ده هيخليه يتردد في حكايه سفره لاسرائيل. وده بالظبط اللي انا عايز اتاكد منه، ان عمرو عنده استعداد يكمل المهمه مهما كانت الاغراءات، مهما كانت الاحتمالات. طب لو اتاكدت من العكس؟ يبقى الافضل بقى اننا ننهي العمليه من دلوقتي. بعد كل اللي عملناه التراجع دلوقتي افضل من بعدين يا حسن. سقوط عمرو في اسرائيل هيسبب لنا خساره كبيره قوي، وعمرو لازم ياخد القرار بنفسه مهما كانت الضغوط. طب من خلال معرفتك بيه يا فؤاد، تفتكر قراره هيكون ايه؟ هيكون جوه الجمله اللي اتعلمها واللي اتربى عليها طول عمره، مصر. كل شيء يهون عشان مصر وبدون ذره تردد واحده يا سيد حسن.
يعني مش ندمان يا موسى؟ عمري ما هندم. خد عمرو. ليه ده؟ مش بتقول ان مها واهلك وحشوك؟ خد اكتب لهم. بجد؟ الو اهلا يا فؤاد، ازيك يا ابني؟ لا انا كويس والحمد لله. طمني يا فؤاد، مفيش اخبار عن عمرو؟ ايه بجد يا فؤاد؟ جوابات من عمرو؟ زي ما بقولك كده يا سياده اللواء، في جوابين بعتهم عمرو مع طالب البعثه قبله. رجع وداهم اداره البعثات وهم بعتهم لي. مسافه السكه يا فندم هيكونوا عندك. جم في وقتهم؟ اشمعنى يعني يا سياده اللواء؟ قرايه فتحه خالد. الف الف مبروك يا فندم، ربنا يتممه بخير يا رب. لا والله كان نفسي ابقى موجود، بس للاسف عندي شغل في اسكندريه اليومين دول. البت ما غلطتش لما حبت يا معلم، محدش بيمشي قلبه مطرح ما يحب. المهم انها ما غلطتش لا مع موسى ولا مع غيره. خف عنها شويه بقى، وقتقنا من الغلب اللي انت معيشنا فيه ده. ولكوا عين تتكلموا كمان، ده بدل ما تحمدوا ربنا انما ذبحتكم زي الفراخ قدام اهل الحته كلهم. ليه؟ هي الدنيا سايبه؟ ما تطردنا في الشارع احنا كمان، زي ما عملت مع الغلبان همه ورميته في الشارع وسبته ينام في الطل عشان حب يستر على بنتك ويداي عليها بدل ما يفضحها زي انت ما عملت. انا افضح بنتي الحيلة انا؟ يا سلام، وكمان مش عارف عملت ايه؟ يعني الواد حمو لما جه وقال لي كان قصده يستر على بنتك ويداري عليها، وانا جبت البنت وفهمتها وكلمتها والموضوع كان خلص خلاص واتقفل. اتقفل من ورا ظهر انا. كنا خايفين من غضبك يا سيد المعلمين، من الغضب اللي لا بيشوف ولا يسمع، اللي خلى المكشوف اتفضح والمستور بان. يعني في النهاية بقى انا الغلطان. تبقى غلطان لو فضلت على عندك، البنت ما غلطتش وحموس انا العيش والملح. حتى الناس في الحتة هنا شايفين انك غلطان، والاستاذ مدحت جالك مرة واتنين يترجاك عشان الواد صبيك، وانت اللي في دماغك هو هو. يا اخي ارحم بقى ارحم. يا ماما يا ماما الحقيني. ما تخافيش يا فاطمة، ابوك صحيح عندي لكن مخه كبير وقلبه ابيض. ما شاء الله ما شاء الله. تعال هنا هلا، وسايب القهوة تضرب تقلب، امشي نجرش شغلك هلا. بجد يا معلم؟ وانا امتى من هزاره معاك يا روح خالتك؟ يلا ادي نجرب قشطة كاعة. امرك يا معلم امرك، ربنا يسترك ربنا يكرمك يا معلم. جاوب من عمرو. الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب. ماما هاتيه والنبي هاتيه. ابدا ده بعينك. لا انت ولا هي، انا اللي هفتحه. ايه ده؟ ده جواب عشان ما الله، دي تذاكر لمسرحيه فؤاد المهندس المعروضه دلوقتي. بلا مسرحية بلا بتاع، المهم الجواب. اهو يا ستي اهو. افتحوا افتحوا واقراوا بصوت عالي. حاضر يا كريمة. طب اسيبكم انتوا تقروا جوابكم وانا هروح اقرا جوابي. ماشي معاك يا عم، ليك جواب لوحدك. يا ساتر عليك، انا طالعه اقرا جوابك. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرتي العزيزة، بابا ماما عزة خالد، وحشتوني وحشتوني كلكم، وحشتوني قوي قوي، ونفسي أرجع وأشوفكم تاني. يا ريت تكونوا كلكم بخير وسلام. ذاكر كويس يا خالد، وانت كمان يا عزة، وسلميلي على عصام وعلى عادل كمان. أنا عايزكم تطمنوا عليا خالص، أنا كويس ومبسوط قوي ومش ناقصني غير رؤيتكم. الاتصالات لسه صعبة شوية، بس كل ما الاقي فرصة هبعت لكم. ادعولي ربنا يوفقني وارجع لكم بخير إن شاء الله. ابنكم عمرو طلبة. حبيبي يا ابني.
ربنا يوفقك ويحرسك ويرجعك لنا بالسلامة يا رب. يا رب. ايه ده؟ مالكوا قاعدين كده ليه؟ ده جواب من اخوك. عمرو وريني. حسن حسن وريني، ده وحشني قوي. وحشنا كلنا يا ضناي. بس ايه دول؟ دول 10 تذاكر لمسرحية فؤاد المهندس. عمك فؤاد جبريل بعتهم لك هدية بمناسبة قراية فتحتك. راجل كله ذوق. لا وبيفهم كمان. خلاص احنا يوم الخميس نقرا الفاتحة ونطلع كلنا كده هيلة بيلة على المسرح. حبيبتي ما وحشتيني، وحشتيني قوي قوي قوي. قد ايه نفسي اشوفك واسمع صوتك. يا ترى عامله ايه يا حبيبتي؟ معلش ما تزعليش من غيابي الطويل، انا ما يحشنيش عنك غير الشديد القوي. وما تزعليش برضو من قله جوابتي. ان شاء الله بكره لما ارجع ونتجوز هتعرفي انه ما كانش بايدي، ده كان على عيني. ويا رب ما نسيبش بعض تاني ابدا ابدا يا ما. لحظة واحدة بابا. بفيك عشان بابا. ازيك دلوقتي؟ طوف بابا. انت لسه بتبعتي مقالاتك لمختاف؟ أنا عايز أعرف بتبعتيها إزاي؟ اسمعي يا هايلي، الموضوع ده أنا هعرفه مهما حاولتي. مش معقول واحد في مركزي ما يعرفش إزاي بتبعتي مقالاتك السخيفة للجريدة الحقيرة دي. دي جريدة حرة. دي جريدة حقيرة؟ ما تعرفش يعني إيه أمن إسرائيل اللي مهددة من كل أعدائها؟ ومين اللي صنع الأعداء دول؟ أنا مش عايز فلسفة وكلام فارغ. هنا لازم اعرف انت ازاي بتهربي مقالاتك السخيفه للجرنان ده. انتي لا كده يا هايدي. طيب هنشوف مين فينا اللي هيكسب المعركه دي في النهايه، انا ولا انتي؟ اوعي. لا الكلام ده ما ينفعش، الشغل ده مش عاجبني. تقرير الاسبوع اللي فات مش مظبوط، في كروته كتير. معلش اصلنا بنشتغل طول الاسبوع لوحدنا والعمليه تقيله علينا، وسعادتك عارف ان موسى. مش عايز حجج فارغه، تقرير موسى هو التقرير الوحيد المظبوط، فما تتحججوش بيه. احنا مش قصدنا يوسف بيه، بس من غير بسبسه يا حبيبي، انا عايز شغل مظبوط من غير تهريج. حاضر يا يوسف بيه. صباح الخير. اهلا. ازيك يا موسى؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ خير. خلصت اوراق؟ اشمعنى بقى؟ اخيرا خلصت. خلاص وقدمت كمان على تصريح سفر للسياحه ليا ولعمتي. هلا هلا. طب اتفضل اقعد. على العموم احنا عندنا عميل ليه صله مباشره بحكايه تصريح السفر، هكلمه لك عشان يخلص الموضوع بسرعه. يا ريت، خصوصا ان انا عرفت ان الموضوع كمان مش سهل خالص. يا بخت من كان نجيب خاله. في حاجه يا استاذ ممدوح؟ لا لا ابدا مفيش حاجه يا يوسف بيه. لا يا يوسف بيه، ده احنا كنا بنتكلم في الشغل بس يعني. طب بدل ما تتكلموا في الشغل ما تشتغلوا احسن. اه والله عندك حق. تخيل. شد حيلك يا موسى، استناني انا هعصلك في اسرائيل. انت ليه مستغرب موقف يوسف يا موسى؟ انا مش مستغرب يا فندم، مع انه مستعد يضحي بمنصب كبير ومرتب ضخم عشان بس يهاجر اسرائيل. انا بس بقارن بينه وبين عمتي، قصدي استر، اللي رفض نفس الموقف بمنتهى الشده. ايوه بس ده شيء طبيعي، وزي ما بيقول المثل صوابعك مش زي بعضها. مش كل اليهود مبهورين بالدعايه الصهيونيه اللي بتحاول تقنعهم ان اسرائيل ارض الميعاد وانهم لازم يعملوا المستحيل عشان يستقروا هناك. وفي يهود كتير رفضوا فكره الهجره وفضلوا يعيشوا في اوطانهم الاصليه اللي اتولدوا وتربوا فيها. نفس كلام استر. وده نفس الكلام اللي هتسمعه في اوروبا وحتى داخل اسرائيل. لازم تعود نفسك على كده. طيب انا المفروض اتبنى اني اتجاه فيهم؟ ولا واحد. المفروض تبقى متعادل تماما. يعني ما تفكرش للهجرة لإسرائيل إلا إذا دفعتك الظروف لكده،
انا مش عايز اي لمحه لهفه على الهجره هناك. وما تقلقش من الناحيه دي، ده اللي هتتدرب عليه من النهارده لحد يوم الاربعاء. الاربعاء ولا الخميس؟ لا الاربعاء، عشان يوم الخميس هتجهز نفسك عشان هنسافر سوا. نسافر فين يا فندم؟ مصر. النور ده كله مستر هجرت ولا ايه؟ ايه يا عمتي؟ مش بعادة تسيب نور الشقة منور كله كده؟ ايه اللي مضايقك مخليك تعيطي كده يا حبيبتي؟ خد ده. ايه ده يا عمتي؟ العود. انت مش كنت عاوز تبيعه عشان السفر؟ يلا خده، خده عشان تبيعه. انا ما كنتش عاوزاه. لا يا عمتي، انا اللي مبقتش عايزه. انا هدبر تمن التذاكر ده اللي انتي ورثتيه عن والدتك. ما كنتش عاوزاه، مش هيبقى اغلى من اي حاجه تانية هنا، مش هيفرق. لسه مش عايزه تسافري؟ لسه عايزه تفضلي في مصر؟ مش مهم انا عايزه ايه، المهم ان انا فهمت خلاص. ما عدناش قعد هنا. حبيبتي الناس هنا زعلانين مني انا، مش زعلانين منك انت. يعني ايه؟ يعني ممكن اسافر انا لوحدي و... لا لا يا موسى، لا لا. انا عشت سنين كتيره وحيده، اتعودت على الوقت. لكن لما رجعت انت ومليت علي حياتي ومليت علي البيت، مش هستعمل عيش دي واحدة لوحدة. ما دام انت ماشي يبقى انا همشي معاك. مع اني بحب البيت ده، بحبه قوي 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 قوي. مبروك يا سيادة اللواء، احنا اتشرفنا بسعادتك. احنا اللي لنا الشرف يا حاج. بس بيني وبينك انا ما كنتش موافق على الحكاية دي، العيال لسه صغيرين. مبروك يا خالد، مبروك يا ألفت، عقبال الشبكة ان شاء الله. انا مش عايزة حاجة، كفاية عليا خالد. يا سلام. طب يا ستي ربنا يهنيكوا ببعض. عقبال يوم فرحك انت وعزه في يوم واحد ان شاء الله يا طنط. يلا مين بقى هيجي معانا على المسرحيه؟ ما هي متقسمه يا بنتي، هم 10 تذاكر على قدكم، انتوا تروحوا تتفرجوا وتنبسطوا ولما تيجوا بالسلامه تحكوا لنا عليها. لا يا انكل، احنا 9 ومعانا 10 تذاكر، يعني في تذكره زياده، ممكن حضرتك او طنط تيجوا معانا. ممكن اجي انا؟ ده وليد ابن عمي ومتربي معايا. خلاص كده تبقى كملت. يضايقك يعني سماها لو جيت معاكم؟ لا ما يضايقنيش. طيب يلا بينا. وعندك احلى قهوه مظبوط من الراجل المظبوط، وادي الشاي ده حبيبي من الرجاله الجدعان، والشاي بتاعك يا استاذ. صبيه مفرفش قوي النهارده يا معلم. طول عمره مخه طاير. بس تعرف انا مبسوط قوي انك انت سمعت ورجعت شغله من تاني. الواد ده اصله طيب وابن حلال، وانت بالظبط زي ابوه. طب ايه يا منور؟ انما احنا ما لمحناش الواد موسى النهارده. كلهم يجي يخش الحاره زي الحراميه، بس انا ايه؟ انا ببقى لاقمه. انت اللي مش مخليه يتنفس في الحته يا معلم. انا ما بحبش العالم السايبه دي.
وانا ما بحبش الشاي التقيل. لا فك يا ادم، دمك خفيف قوي. بتعمل معايا بيقول اعمل لك خشه وامسح بيك البلاط. والنبي انت راجل مجدع وابن بلد بصحيح يا معلم. تشكر يا شوق. طب مش هتسامح موسى بقى؟ لا. مستعد يا عمرو؟ مستعد يا فندم. لا لازم تكون مستعد قوي، لان دي عمليه دقيقه. لو اي شخص شافك او عرفك هنخسر كل حاجه. ربنا يستر ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. بس خد بالك، انت النهارده بس عمرو. اول ما نرجع اسكندريه هتبقى موسى زكي رفع. فاهم؟ فاهم فندم. يبقى على بركه الله. كمان في اول صف. والله عفرم عليك يا فؤاد بيه، دي احسن هديه جت لنا. والله انا اللي كنت عايزه لا مسرح ولا سينما. انا كل اللي كنت عايزاه ان انا اشوف عمرو ومتع قلبي بيه. يا ستي هتشوفيه ان شاء الله وتشوفي ولاده كمان. اه من بقك لباب السماء يا اللي يعيش. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب، وتشيلي ولاده وولاد ولاده كمان. انا بس اشوف. لا يا ستي، احنا عاوزين نشوف ولاد ولادهم. دي امنيه عمرنا يا ست كريمه. هما بيتكلموا عن مين؟ عن عمرو. اه اخو عزة وخطيبي انا. خطيبك؟ ايوه خطيبي. امال هو فين؟ ما جاش معانا ليه؟ هو عنده بعثه في روسيا فاكيد مش هيجي معايا. وده كلام برضو؟ حد يبقى خاطب واحده زي القمر كده ويسافر بعثه بره؟ ده اكيد ما عندوش ذوق. بابا ممكن بعد اذنك تيجي تقعد مكاني؟ ومكانك ماله يا حبيبتي؟ بس المكان بتاعي مكتوم قوي، اتخنقت. امرك جنرال. عملت ايه في موضوع مقالات هايدي؟ الحقيقه لسه ما عملتش حاجه جنرال. ازاي خروج المقالات دي من بيتي رغم الحصار اللي انا عامله حوالين هايدي معناه ان في ثغره كبيره في بيت المسؤول الاول عن امن اسرائيل؟ ثغرة ممكن تنفذ منها أي معلومات، فاهم إزاك؟ أي معلومات مهما كانت خطورتها أو أهميتها. جنرال، مدموزيل هايدي ممكن تهرب مقال تعلم فيه رأيها المعارض، لكن مش ممكن تعمل أي شيء يضر بأمن إسرائيل أبداً. وده اللي أنت تعلمته مني؟ ده مجرد رأي شخصي جنرال. نجاح هايدي في تهريب المقالات دي وتجاوز كل نظم الأمن والحراسة معناها إن الثغرة موجودة، والثغرة دي لو احنا ما وصلنالهاش غيرنا هيوصلها، ولو احنا ما سدناهاش غيرنا هيستغلها. غيرنا ده ممكن يكون المصريين. إذاك مستحيل جنرال. شغلتنا دي ما فيش حاجة اسمها مستحيل. إذاك انا اديلك كل الصلاحيات اللي انت عايزها. استجوب اي حد، غير كل نظم الامن والحراسة، المهم توصل لنتيجة وباي تمن. يا جماعه يا جماعه وقت سكوا، المسرحيه هتبدا. انا مبسوطه قوي عشان هشوف فؤاد المهندس وشويكاره على الحقيقه. بالشكل ده في ايه؟ مالك مش على بعضك وعصبيه من ساعه ما المسرحيه بدات؟ والدتي زعلت في حاجه؟ الموضوع ملوش علاقه بوالدك. امال في ايه؟ عندي احساس غريب. احساس ايه بالظبط؟ حاسه يا عزه زي ما يكون عمري هنا. على الآن.
اخوات انا بحلم اشتغل خوب اخد 270 قرش واشتغل طرطور اخد 30 جنيه على خالص مستوفي الشروط اخبط يلا بسرعه ما تعرف ما بيعطوا الموبيلات الحاج يعني فكرك نشغله كده حالا طبعا يا فندم الناس انا حلمت بحلم ايه ده يا ابني اللي شفته هي دي عامله تعملها الواد اسمه وليد ده باين عليه ممسوس باين كده يا ماما طب والله العظيم كفايه الكراسي اللي ورا حضرتك فاضيه من اول المسرحيه والناس اللي حجزوها ما جوش اقعد بقى يا وليد اقعد انا اسف يا جماعه انا اسف انت كنت هتبوظ كل حاجه النهارده كان لازم تتملك نفسك مش عارف ايه اللي جرى لي كانوا وحشيني قوي وما اول ما شفتها ما قدرتش امسك نفسي بحبها قوي يا فؤاد بي بحبها اكتر مما تتصور لا متصور عشان كده كنا عاملين حساب كل حاجه قصدك الراجل يعني اللي دخل وطلعني بره كان معانا انتوا منتشرين قوي يمكن هنا المرحله دي حساسه قوي في اكتر من خطر بيهدد امننا القومي انا عايزك تتصرف دايما باعتبارنا اننا مش موجودين وده الوضع الطبيعي اللي هتبقى عليه لما تسيب مصر وتسافر لاسرائيل فاهم يا موسى كده الاجازه خلصت فاهم أنسة مها أيوة أستاذ وليد ميرسي قوي على السهرة الجميلة دي ويا رب ما كنتش عملت إزعاج جوه في المسرح العفو ما حصلش حاجة طيب ما تأمرنيش بحاجة لا متشكرة النهاردة الشهادة اللي شكلك كان بايخ قوي طب والله العظيم كان في واحد قاعد ورانا وحط إيده على شرمة أنا مش قصدي على كده أمال على إيه؟ على أسلوبك السخيف مع ما هو أنا يا ابني مش قلت لك إنها مخطوبة لعمر أخو عزة وبتحبه قوي كمان هو ده اللي مزعلك قوي اصلك ما بوظ شكلك على الفاضي وانا شايف الموضوع ما فيش منه امل بتهيألك المثل بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب لا 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 مش مع عمرو ما اصلك ما تعرفهمش كويس مع كل الناس دي مساله وقت يا ابو عصام وعلى ما فهمت كده ان صاحبك ده غايب من اغسطس اللي فات وعلى ما يجي اغسطس الجاي هفكرك انت بالتحديد بقى باسمه بالعافيه انا حذرتك وانت حر بس الظاهر بقى ان مخك ده متركب شمال والنبي انت اللي من غير مخ خالص بنت حلوة وزي القمر مش هتستحمل تفضل على الشجرة كتير لازم تستوي وتتقطف لحسن تقع وبوز وساعتها محدش نفسه هتحف على قطمة واحدة منها ده اللي علمتهولك تجارة الفاكهة مع أبوك لا وانت الصادق ده اللي علمتهولي الدنيا ماشي يا بورم لما تشوف دنيتك دي هتوديك على فين ماشي يا بتاع ثانية ومد اديني بس من هنا لأغسطس وهنشوف ولو اتفضلي يا عمتي جرايه يا موسى هو عشان سكتنا لك تقوم تيجي كل يوم وش الفجر
معلش يا عمتي، ظروف. ظروف؟ ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي هتخليك سهران طول الليل وسايبني لوحدي؟ ما تزعليش يا عمتي، من هنا ورايح مش هسيبك تاني خالص. استنى موسى، انت بتحب تكون مقصوفة الرقبة دي اسمها رشيل؟ لا يا عمتي. ريحت قلبي. طب قول، هي من دينك ولا من دينة تانية؟ من ديني يا عمتي. ايوه اقول كده. طب برضو اللي يحب يقوم يسيب البلد كده ويهاجر؟ مش بيدي يعني. خلاص لازم يا عمتي، لازم. انت السبب. ايوه انت السبب كده. احنا هنضيع في الغربة. ما تخافيش يا عمتي، طول ما انا جنبك ما تخافيش. موسى زكي رافع. ايوه. كنت طالب تصريح سفر للسياحة انت والست قست الرافع. مظبوط. دي عمتك مش كده؟ ايوه. اتفضل اتفضل. عظيم يا موسى، كده تبقى الخطوة التانية من العملية بدأت فعليا. تراجعها سيادتك؟ اكيد، بس الاول لازم نحدد ميعاد سفرك. انا سألت عن المراكب اللي نازلة اتينا ولقيت ان اول مركب معادها يوم الجمعة الجاي. ده كويس قوي. احجز تذكرتين من الفلوس اللي ادها لك يعقوب، تذاكر سياحية رخيصة. حاضر. ايه يا عم؟ خايف؟ مش خايف بس قلقان. من ايه؟ مش من حاجة معينة بس. هسيب مصر ومش عارف مستقبلي هيبقى ايه. اسمع يا عم، رغم كل اللي عملناه وكل اللي حصل، انت مش مرغم تروح اسرائيل باي حال من الاحوال. مفيش حد في الدنيا يقدر يجبرك انك تضحي بحياتك ومستقبلك. القرار ده قرارك انت لوحدك، ولو تراجعت مش هيقلل من قيمتك في اي لحظه. انا لو كنت بعمل كده علشان خاطرك او علشان خاطر اي حد كان ممكن اتراجع، لكن انا بعمل كده علشان مصر. مصر يا فؤاد بيه، مصر اللي اتعلمت من وانا صغير انها لما تنادي اقف انتباه زي اي عسكري، بقول بعلو صوتي. تمام يا فندم. وعلى بركة الله. الصدفة الجميلة دي انا بصراحة شايفاها صدفة عجيبة قوي يعني. انا كنت اصلي معدي من هنا وبعدين حضرتك شوف... عايز ايه يا استاذ وليد؟ ولا حاجة، انا كنت بس على العموم انا مخطوبة لعمر وبحب عمر من قبل ما اتخطب له وهستنى طول عمري، مفهوم؟ ربنا يخليكوا لبعض. هو الحقيقة الموضوع ده ما جاش في بالي ومش قصدي ان انا. امال قصدي حضرتك ايه؟ مش قصدي حاجة. فرصة سعيدة. طب ما تيجي اوصلك. يعني خلاص يا موسى هتسيبنا؟ يا اخي احنا اتعودنا عليك خلاص. اه والله بقيت زي اخونا رغبي انك يعني. نفس الشعور والله. بس بصراحة احنا هنحس بغيابك اكتر. اشمعنى بقى؟ اصل شغلك هيتقسم علينا فخليك احسن. ده كلام تقوله يا راجل. عادي 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 عادي. والله هتوحشنا يا موسى. بقول لك ايه؟ اول ما توصل اتينا تبعت لنا، انا بقول لك اهو. اكيد طبعا. موسى تعال انا عايز. طب ما تسيبهولنا نسلم عليه دلوقتي وبعدين يجي لك يا يوسف بيه. لا دلوقتي حالا. طيب ماشي هروح ارجع لكم تاني. اتفضل. يا ترى الاستاذ يوسف عايزه في ايه؟ دي مساهمه بسيطه مني ومن كل الاخوه اللي هناك.
150 جنيه. معقولة؟ ما احنا لازم نقف جنب بعض لحد ما نتلم في أرض الميعاد، مش كده ولا إيه؟ كده طبعًا. اسمع يا موسى، أنا مش عاوزك تسمع كلام عمتك وتفضل فاتينا، يعني لأن اللي زيك خسارة تتحرم منه إسرائيل. يعني ريحها كده واسمع كلامها كده وكده، وقعد بتاع شهر شهر ونص، وبعد كده ترجع لوطنك الحقيقي إسرائيل. أحاول. لا، ما أحبش أسمع الكلمة دي منك. قول لي هروح. هحاول أقنع عمتي ونروح. المهم بقى أول ما توصل بالسلامة يبقى بلغني إنك وصلت إسرائيل. يعني خلاص؟ خلاص هتسيب مصر؟ لا يا حبيبتي، إحنا هنسافر يوم الجمعة الصبح، بس أنا بحب أوضف حاجتي من بدري عشان ما أنساش حاجة. طب والعفش ده؟ العفش ده كله هيروح فين؟ لو حابة نبيعه ونستفيد بتمنه هناك ممكن. يعني أكيد مش هنرجع هنا تاني. العلم عند الله يا عمتي. استني وما تسافريش براحتك. لا، انا مش ممكن اقعد لوحدي تاني. رجل على رجلك، هنفضل سوا على الحلو والمر. طب والعفش؟ عفش بيعه، بيعه يا موسى، واكيد هيتباع بتراب الفلوس. ولا يهمك حبيبتي، بكره لما نسافر هشتري لك بيت أكبر وعفش أحلى ألف مرة. والعشرة والذكريات اللي في كل ركن هنا هتجيب لي أحسن منها. لا يا حبيبتي، بس هنعمل ذكريات أحلى وأجدد. يا ترى من يعيش يا ابني؟ يا ترى من يعيش؟ روح يا موسى، روح يا ابني وضب شنطتك، وانا كمان وضب شنطتي، ومن بكره شوف هتشتري العفش وحر ونار في بيت اهلي اللي هشتريه. خشب يا بورا كده، تبقى العشرة صايمة كده، تبقى المشاريب عليك. لا يا سيدي، العب عشرة تانية وبشرف هنغلبوك، بس انت بتقرص في الزهر. نقرص ايه ولا نعض ايه في الزهر؟ ايه الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده؟ ماشي كلامك، هنلعبه عشرة تانية بس، والمرسى ابو العباس لو اني كسبت هندفعوك الطاقة. ايه ماشي يابا؟ ماشي. لو سمحت يا ام، استاذ اشرف فين؟ اهو. العب ده. ايوه. شغلانه سقعه يعني؟ سقعه قوي. حظك بقى فلت مني الليله. يلا. ايوه، دي عربيه صاحب المصلحه. انت لسه شفت حاجه؟ اكيد فيها قرشين حلوين. ما
مساء الخير يا بيه. مساء النور. اركب. ما لا مؤاخذه يعني اصله قلت اركب. حاضر اركب. عندنا بضاعة في الجمرك عاوزين نطلعها. وماله يا باشا؟ أني تحت أمرك؟ إيه البضاعة وإيه مشكلتها؟ لغاية دلوقتي مفيش مشكلة، بس الوقاية خير من العلاج. إحنا عاوزين نعديها من تحت مناخير بتوع الصحة. مجدعة كده. بتوع الصحة؟ ليه يا باشا؟ هي البضاعة فيها إيه؟ لا أبداً، دي شحن بلوبيف زي الفل، بس تاريخها قرب. باظت يعني؟ لا لسه، إنما على وشك. قلت إيه؟ لا. لا ليه؟ أنا مش هنعمل كده تاني، أنا مش هنضر بلدي ولا ولاد بلدي تاني. افتح. إنما اللي قاله لي عنك. اللي قاله لك عني إنساه. أنا دلوقتي بني آدم تاني خالص، ويكون في علمك البلوبيف البايظ ده لو دخل مصر أنا هنقدم بلاغ في البوليس، ومن بكرة هنقدمه بلاغ في المينا. يا أهل العرب بقى في 60 داهية البلوبيف بايظ قال. يسلم بقك. كوباية ليمون ساعة معتبر أستاذ أشرف وعلى حسابي. هيعمل إيه يعني؟ هيقتلني؟ مش هتوصل للدرجة دي طبعاً، بس موضوع المقالات ده هايدي بقى فعلاً بيهدد مستقبله، خصوصاً إن الموقف متوتر جداً اليومين دول، وهو بيحاول يستعيد ثقة القيادة بأي ثمن. وفي لحظة هايدي، في لحظة ممكن يرمي مشاعره كلها ورا ده ويعمل أي حاجة مجنونة عشان يحمي نفسه. هو لسه هيرمي؟ بلاش عين، علشان خاطري بلاش عند. انا مش هقدر استحمل اي حاجه تحصل لك بسبب عندك ده. صدقيني يا هايدي، انا بخاف عليكي قوي قوي. ورايي اساك، بلاش اكتب رايي واقوله بحريتي. انت مش بتعملي كده هايدي عشان تقولي رايك. امال يعني بعمل كده ليه؟ علشان تتحدي الجنرال وتعليني عن غضبك من تجاهله لمشاعرك واحاسيسك. لو كانت المشكله كلها هايدي انك تقولي رايك، كنت ممكن تكتبيه باسم مستعار، لكن انت بتكتبيه بالاسم الحقيقي، الاسم اللي يحرج الجنرال ويغضبه، نوع من الانتقام النفسي هايدي، الانتقام من كل الغضب اللي بيغلي جواكي من سنين. وده يمكن يكون حل لتهدئة الموقف اللي ولعتيه بينك وبين الجنرال. ارجوك يا هايدي اكتبي مؤقتا باسم مستعار. طب والثغره اللي قالك عنها؟ هنلاقيها. ها قلتي ايه؟ بس انا ليا شرط. مش فاهم. تقدر تقول هدنه جنرال، هدنه مؤقته. مدموزيل هايدي هتكتب مقالاتها باسم مستعار علشان ما تسببش اي حرج، في مقابل انها تخرج من حبسها. حبسها؟ اقصد حجزها في اوضتها جنرال. بس انا ما اقدرش اضمن التزامها. تضمنه انت؟ تسمح لي اتكلم جنرال؟ اتكلم. أنا شايف إن دي فرصة المفروض نستغلها بشكل جيد. فرصة؟ أكيد جنرال. الصفقة دي هتهدي الموقف على الأقل مؤقتا، هتسمح لمدموزيل هايدي بتفجير كل طاقتها في مقالات ما بتحملش اسمها، يعني مش هتسبب الحرج اللي بتسببه دلوقتي. في الوقت نفسه جنرال تقدر سيادتك تستدرجها لحياتك، تخرجها من حالة التوتر والغضب اللي بدفعها للتمرد ده. توتر وغضب؟ ده مجرد رأي شخصي جنرال. طيب يا زاك، بفكر في العرض اللي انت قلت عليه ده. أمرك جنرال. عملت ايه يا حنين؟ تمام يا جنرال. كفارة يا معلمي، انا جبر نور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان. اتلم متلم يا روح خالتك. الله الله الله، ليه كده يا معلم؟ هو كان شعر عسل ولا بصل؟ لا وانت صادق، علقم والله علقم. ياه ليه كده؟ روق روق واحكي لي. احكي لك ايه يالا؟ وانت من بقيت اهلي؟ صاحبي انت ولا صاحبي؟ يلا بسرعه هات لي واحد شيشه كده يروق لي دماغي. يلا بسرعه شيشه. ايه دي؟ كاني شبكة سود. طب انتي هتروح للكوافير علشان عصام جاي. انا هروح ليه؟ عشان تروقي كده وتفرفشي، وبعدين احنا بنتذوق لروحنا مش لحد. يا سلام. يا صباح الفل يا مزمزلات، انا بقول الدنيا منوره كده ليه؟ ازيك يا معلم ومبروك على الجواز. والله تفاحه دي طيبه وبنت حلال وتستاهلك. تستاهلك؟ دي تستاهلك الطيبه وبنت حلال.
انتوا اللي ولاد ناس وما تعرفوش الاشكال دي. لا نعرف الاشكال دي كويس قوي، والحقيقه انتوا الاثنين لايقين على بعض. يبقى سلم لنا على تفاحه يا معلم. يا سلام، اسلم لكم على تفاحه؟ برضو هتخرج وتسيبني لوحدي؟ معلش يا عمتي، في شويه حاجات كده هصفيها بسرعه قبل ما نسافر. بالسرعه دي؟ خلاص يا حبيبتي، كلها بكره، كلها بكره، كلها بكره بس وبعده. خساره يا 100,000 خساره. خلاص يا حبيبتي، النهارده اخلص بسرعه وارجع بدري عشان اسهر معاك لغايه الصبح. مبسوطه يا مملكه؟ مبسوطه؟ انا مبسوطه بوجودك يا حبيبي. انت وعدتني مفيش اسرائيل. انت تأمر يا عمتي. ماشي ايوه يا اخوي، كل بعقل حلاوه. وانا هلا احلى من كده اكله فين؟ كل بعقلك حلاوه. يا سلام. يا بكاش. من حق يا موسى، انت يا اخوي عملت ايه مع البيت بتاعتك؟ خلاص يا عمتي، ودعتها. خليها تحصلنا على أذينا، وأنا أوعدك أنا هعمل لكم فرح إنما قباه. ربنا يسهل يا عمتي، ربنا يسهل. موسى. نعم يا عمتي. نفسي آكل بسبوسة اسكندرية. تاني يا عمتي؟ تاني؟ مش كفاية اللي حصل أول مرة؟ معلش يا حبيبي، ما أنا باخد الدواء، وبعدين ربع كيلو مش هيضر. حاضر يا عمتي، هتصل بالدكتور ولو قال ماشي. واد يا موسى، هات البسبوسه. طبعا هجيب بسبوسه انا، ما ليه ما اجيبش بسبوسه ليه؟ النهارده. اهم حاجه دلوقتي ان احنا راجعنا كل التفاصيل وكل الخطوات اللي هتتخذها من اول ما تركب المركب لحد ما يتم بينا اول اتصال في قلب اسرائيل. الحاجه اللي لازم تاخد بالك منها كويس، ان اول ما تحط رجلك في المركب فانت عميل نايم او سليبر. بمعنى انك انت مش هتمارس اي عمل او تجمع اي معلومات مهما كانت المغريات ومهما كانت الظروف. حتى لو وقعت على سر خطير جدا؟ حتى لو وقعت على سر من اسرار الكون او حتى خطه احتلال مصر. للدرجه دي؟ المرحله دي بتبقى مرحله تثبيت رجلين، ودي اخطر مرحله في عمليات الزرع. المرحله دي اللي ممكن ينكشف فيها العميل، يعني ممكن يتعمل له كمين عشان يتعرف هويته الحقيقيه. انت بقى لحد ما تمد جذورك في المجتمع الاسرائيلي ما تحاولش تعمل اي حاجه، يعني ما تتعرضش لاي موقف فيه شبهه. فاهم؟ فاهم يا فندم. احنا مش هنحاول نتصل بيك لحد ما نتاكد ان الوقت بقى مناسب. انت كمان ما تحاولش تتصل بينا لحد ما توصلك اول اشاره مننا. مفهوم. طبعا انت عارف ان مدحت بيشتغل معانا. خدت بالي. ولازم تاخد بالك انه ما يعرفش غير انك موسى زكي رفعت. النهارده اخر مره هنتقابل فيها يا موسى. انا هسيبك بكره عشان تستعد للسفر. ما تحاولش تعمل اي مشاكل او احتكاكات مع اهل الحاره او غيرهم. لو حصل لا قدر الله اي مفاجاه قبل ما تطلع المركب بلغ مدحت. حاضر حاضر، بس الحقيقه فاضل حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ عمتي اسر هتسافر معاك، وهتبقى غطا ممتاز ليك. هتبعد عنك اي شبهه لما تسافر اسرائيل. بس هي مصممه ما تسافرش اسرائيل. خلي ده الوقت، فاضل اهم حاجه دلوقتي هو الكود اللي هنتعامل بيه معاك في اي اتصالات بيننا. انت من اللحظه دي يا موسى بالنسبه لنا 1001.